عيون المملكة المغربية، حموشي من أكثر الشخصيات تأثيرًا في إفريقيا. ما فعله المغرب بفرنسا فاجأ جميع دول العالم. إنجاز مغربي ضخم سيبقى للتاريخ، يفاجئ الجميع ويصدم الأعداء. عيون المملكة المغربية، حموشي من أكثر الشخصيات تأثيرًا في إفريقيا. كشفت مجلة أفريكا ريبورت التي تصدر عن مجموعة جنوب أفريكا ميديا عن قائمة أفضل 50 شخصية الأكثر تأثيرًا في إفريقيا، والتي شهدت تواجد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. ووصفت أفريكا ريبورت في مقال أصدرته أمس الثلاثاء تحت عنوان 50 إفريقيًا مؤثرًا الأقوياء المدير العام للأمن الوطني بعيون المملكة. وأوضحت المجلة أن حموشي واجه عدة ادعاءات، لكن بعد مرور سنة وشحته فرنسا بوسام جوقة شرف. كما أبرزت أن عبد اللطيف حموشي استطاع الحفاظ على علاقات سدوية واثقة مع وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالة المخابرات البريطانية والمديرية العام للأمن الخارجي الفرنسية. وأضافت المجلة أنه في أبريل الماضي التقى عبد اللطيف حموشي بمدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنيس لمناقشة الأمن في منطقة الساحل والصحراء. ما رأيكم في هذا؟ما فعله المغرب بفرنسا فاجأ جميع دول العالم. كشفت بيانات لكامبيس خونص تسجيل 392 ألف طالبا أجنبيا في التعليم العالي الفرنسي خلال العام الدراسي 2021-2022، ما يمثل 13% من إجمالي عدد الطلاب. وحسب أرقام كامبيس فرنسا، فإن الجامعات الفرنسية تستقبل 65% من هؤلاء الطلبة، وكليات إدارة الأعمال 14%، وكلية الهندسة 7%. ويتواجد في منطقة إيل دو فرانس أكثر من ثلث الطلاب الأجانب 35%، متقدم على أوفرني روب ألب 12%، وأوكستاني 9%، وغراوند إيست 8%، وهوس دو فرانس 7%. ويبلغ متوسط الميزانية الشهرية للطلاب الدوليين في فرنسا 867 يورو، منها 413 يورو تنفق على الإيجار و181 يورو نفقات المعيشة اليومية الملابس والطعام. كما يدفعون أيضا ما متوسطه 2820 يورو كرسوم دراسية، ويقوم ما يقرب من نصفهم 48% بعمل واحد على الأقل أثناء إقامتهم الدراسية. العلوم الدقيقة هي التخصصات الأكثر اختيارا من قبل الطلاب الأجانب 32%، متقدم على الأدب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية 30%، ويأتي بعد ذلك الاقتصاد 18%، والقانون والعلوم السياسية 11%، والصحة 8%. وتشكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط المنطقة الأولى التي يأتي من الطلاب الأجانب الموجودين في فرنسا 29%، متقدم على أوروبا 25%، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 23%، وآسيا وأوقيانوسيا 13%، والأمريكيتين 8%. وفي التفاصيل، يعتبر المغرب البلد الأول للطلبة في فرنسا 46,000 طالبا، متقدما على الجزائر 31,000، والصين 27,000، وإيطاليا 19,000. وفي كليات إدارة الأعمال يمثل الطلاب الصينيون 19% من أعداد الطلاب الأجانب، متقدمين على الطلاب المغاربة 14%، والهنود 7%. وفي كليات الهندسة يمثل الطلاب المغاربة 21% من أعداد الطلاب الأجانب، يليهم طلاب الصينيون 10% والتونسيون والكاميرونيون 5%.